السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم معنا في شابتر 8 من مادة الأكاونتنج 301. هنشوف كده مع بعض شابتر 8 بيتكلم عن ميجورينج اند اسيسنج سبورت ديبارتمنت كوست. هنتكلم عن الأقسام التدعمية أو الأقسام المدعمة اللي بتقدم خدماتها للأقسام الإنتاجية. طبعا يا جماعة، زي ما احنا عارفين إن أي شركة النهاردة، شركة مانيفاكتشرنج أو أي شركة صناعية النهاردة، بنلاقي إن في عندها نوعين من الأقسام. في عندنا اقسام بيتم فيها عمليه الانتاج اللي بنسميها كده عندنا البرودكشن ديبارتمنت، او بنسميها كده عندنا المانيفاكتشرنج ديبارتمنت، ودي الاقسام اللي بيتم فيها تصنيع المنتج زي قسم التقطيع وزي قسم التجميع وزي الكلام ده كله. وفي عندنا اقسام تانية موجوده في الشركه الصناعيه هي مش بيتم فيها عمليه التصنيع، ولكن هي بتدعم الاقسام الانتاجيه. ومعنى ان هي بتدعم الاقسام الانتاجيه ده معناه ان هي بتقدم خدمات تقدر من خلالها الاقسام الانتاجيه تشتغل كويس، ودي بنسميها كده عندنا حاجه اسمها ايه؟ السبورت ديبارتمنت. وبالتالي السبورت ديبارتمنت دي الاقسام المدعمه اللي بتدعم الاقسام الرئيسيه والاساسيه اللي موجوده عندنا، اللي هي البرودكشن ديبارتمنت او المانيفاكتشرنج ديبارتمنت. زي مثلا عندنا قسم الكهرباء، زي مثلا عندنا قسم الاي تي، زي مثلا عندنا قسم المحاسبه، زي مثلا عندنا قسم تكنولوجيا المعلومات. دي كلها اقسام تدعيميه، اقسام خدميه بتخدم على الاقسام الانتاجيه اللي موجوده عندي في الشركه. الشابتر بتاعنا فكرته كله اللي هو شابتر 8 بيتكلم ازاي ان احنا ناخد تكاليف السبورت ديبارتمنت وننقلها على البرودكشن ديبارتمنت. ادي الليرنينج اوبجكتيفز، الاهداف بتاعتنا. اول حاجه عايزين نعرفها وات ار ذا سبورت ديبارتمنت اند واي ار ذير كوست الوكيتد تو اذر ديبارتمنت. ايه هي السبورت ديبارتمنت وليه بناخد التكاليف بتاعتهم بننقلها على الكوست او على البرودكشن ديبارتمنت. الحاجه الثانيه اللي عايزين نتكلم فيها، وات بروسيس از يوزد تو الوكيت سبورت ديبارتمنت كوست. انا لما اجي اوزع بقى تكاليف السبورت ديبارتمنت على الاقسام الانتاجيه، ازاي ان انا بقسمها وازاي بوزعها. هاو از دايركت ميثود. طبعا الدايركت ميثود دي الطريقه من ضمن الطرق اللي احنا بنستخدمها زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض في الشابتر في توزيع تكاليف السبورت ديبارتمنت على البرودكشن ديبارتمنت. فاحنا عايزين نشوف ازاي نقدر نستخدم الدايركت ميثود في ان احنا نوزع من خلالها السبورت كوستس على الاوبريتنج ديبارتمنت. برضه عاوزين نعرف هاو از ستيب داون ميثود، ازاي طريقه الستيب داون ميثود نقدر برضه ان احنا نستخدمها عشان نوزع السبورت كوست اوبريتنج تو اوبريتنج ديبارتمنت. دي الطريقه رقم 2. يبقى كده عايزين نعرف الطريقه الاولى بنستخدمها ازاي اللي هي الدايركت ميثود، وعايزين نعرف كمان الطريقه الثانيه بنستخدمها ازاي في تحميل التكاليف. برضه عايزين نعرف هاو ا ريسيبروكال ميثود، والريسيبروكال ميثود هنا الطريقه الثالثه ازاي ان احنا نقدر نستخدمها في توزيع تكاليف السبورت ديبارتمنت. وثالث حاجه ايه هو الفرق اللي ما بين سنجل اند ديول ريت، ازاي لما بنيجي نوزع التكاليف ايه الفرق ما بين معدل التحميل الفردي اللي بنسميه كده عندنا السنجل ريت، ومعدل التحميل المزدوج اللي اسمه عندنا الديول ريت. سبع حاجه هاو دو سبورت كوست الوكيشن افكت ديزيشنز اند مانجيريال انسنتيف، ازاي عمليه توزيع التكاليف بتاعه السبورت ديبارتمنت ممكن تاثر بشكل كبير جدا على القرارات الاداريه وعلى المانجيريال انسنتيف اللي هي الحوافز الاداريه. دي التوبكس او الموضوع الاساسي اللي احنا هنتكلم فيها. اول نقطه هنغطيها في الشابتر هنتكلم عن ايه هو الفرق، وات ذا ديفرنس بتوين سبورت ديبارتمنت اند اوبريتنج ديبارتمنت، ايه الفرق ما بين الاثنين. زي ما احنا قلنا من شويه ان الاوبريتنج ديبارتمنت اسمها الاقسام الانتاجيه او الاقسام التشغيليه، وده عباره عن الاقسام اللي بيتم فيها انتاج المنتج او تاديه الخدمه عشان نقدر نحقق الايرادات بتاعه الشركه. وبالتالي القسم اللي موجود عندي في الشركه اللي بيتم فيه انتاج المنتج او بيتم فيه تقديم الخدمه ده بنسميه كده عندنا يا جماعه الاوبريتنج ديبارتمنت، او بنسميه كده عندنا الاقسام ايه؟ الانتاجيه زي ما احنا اتفقنا. ولكن في اقسام ثانيه عندنا اسمها السبورت ديبارتمنت. السبورت ديبارتمنت هي عباره عن كل الديبارتمنتس اللي موجوده عندي في الشركه اللي بتساعد وبتقدم خدمات للاوبريتنج ديبارتمنت عشان تساعدها في عمليه الانتاج. يبقى الاوبريتنج اللي بيتم فيه عمليه الانتاج، اما السبورت ده اللي بيساعد وبيدعم الاوبريتنج عشان تقدر تشتغل بشكل كويس. قال لي هنا خد بالك ذا سبورت ديبارتمنت كوستس ار كومن كوستس، يعني بيقول ان السبورت ديبارتمنت كوستس هي عباره عن كومن كوستس، تكاليف مشتركه ذات ار شيرد بتوين تو اور مور اذر ديبارتمنت. وكانه عايز يقول لك هنا ان كل التكاليف بتاعه السبورت ديبارتمنت ما كانتش موجهه لقسم انتاج معين، لان كل الاقسام الانتاجيه اللي موجوده عندي في الشركه بتستفيد من السبورت ديبارتمنت ده. يبقى اذا التكلفه بتاعه السبورت ديبارتمنت دي تكلفه عامه يتم توزيعها على كافه الاقسام الانتاجيه اللي موجوده عندنا. طيب
هنا بيسألوا سؤال مهم جدا، طب احنا ليه بنوزع تكاليف السبورت ديبارتمنت على الاقسام الانتاجيه؟ ليه بناخد كل التكلفه بتاعه السبورت ديبارتمنت الاقسام الخدميه وبنوزعها على الاقسام الانتاجيه؟ قال لي اسباب كتيره جدا. اول حاجه نتيجه ان احنا بنعمل قوائم ماليه خارجيه للناس اللي من بره الشركه، فمهم جدا ان احنا نبين لهم اجمالي التكاليف اللي الشركه تحملتها كام بما فيها الاقسام الانتاجيه والخدميه. حاجة تانية، ده يعتبر نوع من ضمن أنواع الموتيفيشن، نوع من ضمن أنواع التحفيز، بمعنى appropriate consumption of support department resources، إن هو بيجبرني أنا كمدير مسؤول عن الأقسام الخدمية إن أنا أحسن من استهلاك الموارد في الأقسام الخدمية، لأن التكاليف بتاعتها هتضاف على المنتج، وبالتالي لو أنا محملتش تكاليف الأقسام الخدمية على المنتج فأنا كده بدي فرصة كبيرة جدا للمدير الإنتاجي بتاع الشركة أو المدير بتاع الأقسام الخدمية إن هو يهلك الموارد. لكن لما يكون عارف ان احنا هنتتبع التكاليف بتاعته وهنراقبه، ده هيديله موتيفيشن وانسنتيف وتحفيز ان هو يراعي ربنا في استهلاك الموارد. الحاجه الثانيه، ده هيخلي الاقسام الخدميه تشتغل بشكل افيشنت وبكفاءه اعلى. ده هيعمل مونيتورنج، رقابه قويه على استهلاك الاقسام الخدميه للخدمات الاخرى. برضو من ضمن الاهداف برضو اللي ليها بنعمل توزيع للسبورت ديبارتمنت اللي هي الديسيشن ميكنج، او بمعنى اصح المساعده في اتخاذ القرارات. والمساعده في اتخاذ القرارات معناها ان احنا بنحمل تكاليف السبورت ديبارتمنت على البرودكشن ديبارتمنت عشان نقدر من خلالها نحسب تكاليف المنتجات او البرودكتس اللي موجوده عندنا، وده بنسبه كبيره جدا هيساعدنا في تسعير المنتجات، ازاي نجيب سعر المنتج بتاعنا البرودكت برايسنج، وكمان هيساعدنا ان احنا نقدر ناخد القرارات المتعلقه بالميك اور باي، بمعنى ان هو هيساعدني بشكل كبير جدا ان انا اقدر اخد قرار اصنع داخليا ولا اشتري الحاجه من بره. فدي كلها قرارات مهمه جدا لازم بناء عليها ناخد في اعتبارنا تكاليف السبورت ديبارتمنت. انا يا جماعه الفكره اللي احنا بنتكلم فيها، انا عندنا الجراف ده اللي احنا هنمشي عليه، ادي رقم واحد ادي السبورت ديبارتمنت اللي موجوده عندي في الشركه. لو افترضنا ان احنا عندنا سبورت ديبارتمنت A وسبورت ديبارتمنت B وسبورت ديبارتمنت C، وادي البرودكشن ديبارتمنت اللي موجوده عندنا، نفترض ان احنا في عندنا برودكشن ديبارتمنت واي وبرودكشن ديبارتمنت زد، تمام؟ وادي البرودكتس، ادي المنتجات والخدمات اللي احنا عايزين نحمل لها مين التكاليف. هي الفكره كلها ان انا عايز اخد تكاليف السبورت ديبارتمنت ده وانقلها على مين؟ على البرودكتس او المنتجات بتاعه الشركه. حلو الكلام؟ طيب قال لك مفيش علاقه مباشره ما بين السبورت ديبارتمنت والمنتجات، فلازم ان انا اخد تكاليف السبورت ديبارتمنت انقلها على مين؟ على البرودكشن ديبارتمنت، وبعد ما اخد تكاليف السبورت ديبارتمنت انقلها على البرودكشن ديبارتمنت، اخد تكاليف البرودكشن ديبارتمنت بما فيها السبورت ديبارتمنت، وبعد كده انقلها على مين؟ على المنتجات. يبقى انا كده هعمل كام الوكيشن؟ 2. اول الوكيشن هعمله هاخد السبورت، تكاليف السبورت ديبارتمنت انقلها على البرودكشن ديبارتمنت. تاني حاجه هعملها هاخد البرودكشن ديبارتمنت انقلها على تكاليف المنتجات واحسب منها تكاليف مين؟ المنتجات. هنا بقى نيجي نسال السؤال التاني، ايه هي العمليه اللي احنا هنمشي بيها؟ ايه هي الخطوات اللي انا همشي بيها عشان اقدر من خلالها ان انا اوزع تكاليف السبورت ديبارتمنت؟ قال لي في عندنا 6 خطوات اساسيه لازم نعملهم. اول حاجه كلاريفاي الوكيشن بيربسز، لازم احدد ايه هو الغرض الاساسي من التوزيع. رقم 2 ايدنتيفاي كوست بولز، ببدا بعد كده احدد الكوست بولز، والكوست بولز هنا المقصود بها عندنا هي عباره عن مجمعات التكلفه اللي موجوده عندي في الشركه، بمعنى اصح هبدا احدد ايه هي الاوفر هيد اللي موجوده عندي في الشركه، وقد ايه منها يخص البرودكشن، وقد ايه منها يخص عندنا السيرفيس ديبارتمنت. بعد كده اساين كوستس تو كوست بول، هنبدا نوزع عندنا التكاليف بتاعه الشركه على مجمعات التكلفه. بعد كده هنختار الالوكيشن بيز المناسب، تشوز ذا الوكيشن بيز فور ايتش كوست بول، بمعنى ان احنا هنختار عندنا اساس التوزيع المناسب لكل كوست بول موجوده عندنا. بعد كده هنختار طريقه التوزيع اللي احنا المفروض نوزع بها تكاليف السبورت ديبارتمنت، هل يا ترى طريقه الدايركت ميثود زي ما هنشوف دلوقتي، ولا طريقه الستيب داون، ولا طريقه الريسيبريكال ميثود. بعد كده هنوزع، هنعمل الابديت اوبريتنج ديبارتمنت كوستس يونت اوف ذا جودز، بمعنى ان احنا هناخد بقى تكاليف البرودكشن ديبارتمنت وهنوزعها على المنتجات. ولكن هنا وانا بوزع البرودكشن ديبارتمنت او تكاليف البرودكشن ديبارتمنت على المنتجات، خد بالك ان هي هتبقى حاجتين، هتبقى عباره عن تكلفه الاقسام الانتاجيه الاساسيه زائد
تكاليفه السبورت ديبارتمنت اللي راحت للقسم الانتاجي. وبالتالي القسم الانتاجي هنا يا جماعه وانا بوزع التكلفه بتاعته لازم اكون واخد بالي ان انا بوزع كده حاجتين، بوزع مين ومين؟ بوزع التكلفه الانتاجيه بتاعته ده رقم واحد، ووزع كمان السبورت ديبارتمنت اللي راحت له. طيب اول حاجه واول حاجه موجوده عندنا اول خطوه كلاريفاي الوكيشن بروبوزس، ان احنا لازم نحدد ايه الهدف من التوزيع. بيقول لي والله if the purpose is to motivate the use of the service of newly formed department، يعني لو كان الغرض من توزيع تكاليف السبورت ديبارتمنت على البرودكشن ديبارتمنت ان انا اقدر استخدم الاقسام الخدميه الجديده بشكل فعال، perhaps no cost should be allocated، يبقى اذا في الحاله دي ممكن اصلا ما نوزعش التكلفه. لكن لو كان الغرض عندنا من عمليه التوزيع ان انا discourage operating department manager، ان انا يعني احبط محاولات المديرين التشغيليين from overuse، ان هم بيستهلكوا من الاقسام الخدميه بشكل كبير جدا، then a rate per unit of service might be large and not based on actual costs. في الحاله ديت معدل التوزيع اللي انت هتوزع بيه ممكن يبقى يعني الريت بير يونت، وكلمه ريت بير يونت هنا معناها ان الوحده الواحده بين الوحدات استهلاكها قد ايه بالظبط، وبناء على حاجه زي كده ممكن يكون توزيع التكاليف مختلف تماما عن الاكشوال كوست. لكن لو كان الغرض عندنا ان انا احدد الفول كوست اوف ذا برودكت اور ذا سيرفيس، ان انا احدد اجمالي التكلفه بتاعه المنتج او الخدمه عشان اقدر اعمل برايسنج مثلا في الاجل الطويل، هنا لازم كل التكاليف بتاعه السبورت ديبارتمنت تتوزع. يبقى لو كان الغرض من التوزيع عشان التسعير لازم تكاليف السبورت ديبارتمنت كلها تتوزع. لو كان الغرض ان انت يعني تخلي المديرين بتوع الانتاج يقللوا استهلاكهم شويه من الخدمات بتاعه الاقسام الخدميه، يبقى اذا في الحاله ديت او في الوضع ده لازم تستخدم عندنا الريت بير يونت اوف سيرفيس، تمام، وهيبقى كبير جدا اند نوت بيزد اون، وما ينفعش ان انت توزع بناء على اكشوال كوست. لكن لو كان الغرض هنا ان انت تعمل موتيفيشن لقسم خدمي جديد، يبقى اذا ملوش لازمه اصلا ان انت توزع التكليف. تاني خطوه كانت موجوده عندنا هنحدد الكوست بول، ومعنى ان احنا هنحدد الكوست بول ده معناه ان احنا هنحدد كل قسم خدمي موجود عندي في الشركه تكلفته بكام. لو احنا عندنا 3 اقسام خدميه، لو احنا عندنا 4، لو احنا عندنا 10، لو احنا عندنا 20، فاحنا عايزين نحدد كل قسم خدمي موجود عندنا في الشركه الكوست بتاعته والتكلفه بتاعته بتساوي كام بالظبط. بقول لي هنا تحديد الكوست بول the purpose will determine whether post fixed and variable support department costs should be allocated، يعني هنا انا بحدد هنا هل يا ترى الفيكسد والفاريبل ديبارتمنت الاثنين هيتوزعوا ولا لا. وبالتالي هنا يا جماعه وانا بحدد الكوست بول ده معناه ان انا عايز استقر وانا بوزع التكاليف بتاعه السبورت ديبارتمنت، هوزع التكلفه الثابته بس، هوزع التكلفه المتغيره بس، ولا هوزعها كلها الثابت والمتغير. حاجة التانية هنا برضو احنا بنحدد الكوست بول the purpose will determine which costs should be allocated، لازم نستقر على مين هي التكاليف بتاعة السبورت ديبارتمنت اللي هناخدها نوديها للبرودكشن ديبارتمنت. خطوة رقم 3 assign costs to cost pools، بمعنى ان احنا بنحدد تكاليف الكوست بول. some costs will be direct to cost pool، يعني في بعض التكاليف اللي موجودة عندنا هتكون متعلقة بمجمع تكلفة معين، تمام. على سبيل المثال تونر كاتريدجز كوست ويد بي دايركت تو ذا فاريبل كوبينج كوست بول، يعني بمعنى اصح بيقول لك وانت بتحدد تكلفه كل قسم خدمي وكل قسم انتاجي هيقابلك اصلا ان في بعض التكاليف اوريدي اللي موجوده هتلاقيها عارفه الكوست بول بتاعها، وهتلاقي ان هي مرتبطه اصلا بكوست بول معين. لكن في بعض التكاليف الثانيه هتلاقيها اندايركت، ومعنى ان هي اندايركت ده معناه ان هي متعلقه باكتر من كوست بول، وبالتالي لازم تتوزع عليهم كلهم. ها هتبقى مرتبطه بمين؟ باكتر من كوست بول، ولازم تتوزع عليهم كلهم. زي مثلا الايجار عندنا ده متعلق باكتر من قسم خدمي، وبالتالي هنا لازم تكلفه الايجار عندنا تتوزع عليهم كلهم على باقي الاقسام. يبقى اذا هنا وانت بتحدد التكاليف بتاعه الكوست بول هتلاقي ان في بعض التكاليف مرتبطه بكوست بول معينه، ودي ما فيش فيها مشكله، وهتلاقي ان في بعض التكاليف الثانيه للاسف مرتبطه عندنا باكثر من كوست بول، فلازم تتوزع عليهم. خطوه رقم 4 اللي احنا اتكلمنا فيها هنختار الالوكيشن بيز فور اتش كوست بول، هنختار اساس التوزيع اللي احنا هنوزع بيه. وطبعا يا جماعه احنا كنا قلنا قبل كده ان اساس التوزيع ده عباره عن عدد الوحدات، عدد الماشين اور، عدد الليبر اور، الدايركت ليبر كوست، الدايركت ماتيريال كوست، الاساس اللي انا هستخدمه اللي بناء عليه هحسب معدل التوزيع اللي اقدر اوزع بيه التكلفه وانقلها من على الديبارتمنتس بتاعتها للمنتجات بتاعت الشركه. فاساس التوزيع هنا
واحنا كنا قلنا قبل كده ان مهم جدا، مهم جدا ان اساس التوزيع اللي انا هستخدمه في توزيع تكلفه معينه يكون في عندنا cause and effect relationship، علاقه سبب ونتيجه. لازم يكون عندنا ايه؟ ها، cause and effect relationship، علاقه سبب ونتيجه بين مين ومين؟ بين التكلفه اللي انا عايز اوزعها، وبين عندنا كمان يا جماعه بين التكلفه اللي انا عايز اوزعها، وبين عندنا كمان ال allocation base اللي احنا المفروض هنستخدمه. فبيقول لي هنا an allocation base with a good cause and effect relationship، بيقول لي اساس التوزيع اللي هيكون فيما بينه وبين التكلفه علاقه سبب ونتيجه. وقلنا كلمه علاقه سبب ونتيجه دي معناها ان الكوست بيز ده او الالوكيشن بيز ده هو اللي تسبب في التكلفه، وده معناه ان التكلفه حدثت نتيجه لوجود الالوكيشن بيز ده. بما ان الاثنين بينه وبين بعض علاقه سبب ونتيجه، ده بيديني ريزنبل الوكيشن ريت، ده يساعدني ان انا اقدر استخدم الالوكيشن بيز ده في ان انا اوزع بالتكلفه واحسب عندنا كمان معدل توزيع. بقول لي هنا users of support department service will carefully monitor their consumption of allocation base، بمعنى ان المفروض الناس اللي بتستخدم عندنا support department تمام will carefully monitor، لازم ان هي تراقب عملية الاستهلاك بتاعت allocation base بشكل كويس. بعد كده هنختار عندنا choose allocation method and allocate support department، هنبدأ بقى نختار طريقة التوزيع اللي من خلالها هنوزع تكاليف السبورت ديبارتمنت على البرودكشن ديبارتمنت. قال لك طبعا في الشابتر بتاعنا ده احنا هنتكلم عن ثلاث طرق مهمة جدا هنقدر نستخدمها في عملية التوزيع، وقال ان كل طريقة من الثلاث طرق ديت اقدر ان انا استخدمها واطبقها يا اما باستخدام single rate معدل توزيع واحد او dual rate معدل توزيع مزدوج، او ممكن استخدمها عن طريق ان انا بستخدم actual costs او budget costs، يا اما تكاليف فعليه او حتى التكاليف المخططه او المتوقعه. وطبعا لسه هنتكلم مع بعض عن الثلاث طرق دول. بعد كده هوزع الابديت اوبريتنج ديبارتمنت costs. انا كده في الخطوه رقم 5 بعد ما نقلت تكاليف السبورت ديبارتمنت على البرودكشن ديبارتمنت، هاجي بعد كده بقى في الخطوه رقم 6 هنلاقي ان البرودكشن ديبارتمنت بعد توزيع السبورت ديبارتمنت شايل تكلفتين، تكلفته الاصليه تكلفته الاساسيه اللي كانت موجوده فيه زائد جزء من تكاليف السبورت ديبارتمنت اللي اتوزعت له. فانا كده وانا بوزع تكاليف البرودكشن ديبارتمنت على المنتجات كده انا بوزع حاجتين على المنتجات، التكلفه الاصليه بتاعت البرودكشن ديبارتمنت ذات نفسها وكمان جزء من السبورت ديبارتمنت كوست. بيقول لي هنا allocate update operating department costs to units of good or service if relevant، يعني لو هي مرتبطه بوزع عليها. For some decisions this may not be relevant، في بعض الاحيان ده ممكن ما يكونش relevant. For long term pricing decision، بالنسبه بقى للقرارات طويله الاجل this is likely to be relevant، يعني دايما هنا وانت بتوزع تكاليف البرودكشن ديبارتمنت اللي هي عباره عن البرودكشن ديبارتمنت الاصلي وجزء من السبورت ديبارتمنت، قال ده ممكن شويه ما يكونش ايه؟ ها؟ قال ده ممكن ما يكونش ريليفنت في الاجر القصير مثلا، لكن في الاجر الطويل بيكون ريليفنت جدا ومناسب جدا. تعال بقى نتكلم عن الثلاث طرق اللي احنا هنستخدمهم، وده اصلا الجزء العملي بتاع الشابتر، ازاي ان احنا نوزع تكاليف السبورت ديبارتمنت على البرودكشن ديبارتمنت. اول طريقه موجوده عندنا يا جماعه ممكن نستخدمها اللي هي طريقه الدايركت ميثود، او بمعنى اصح بنقول عليها كده مع بعض عندي ايه؟ الطريقه المباشره. باختصار شديد الطريقه المباشره دي بتقول لك ايه؟ انا هاخد تكاليف السبورت ديبارتمنت وانقلها على البرودكشن ديبارتمنت بس، ومش هوزع اي سبورت ديبارتمنت على سبورت ديبارتمنت تاني. وبالتالي لو احنا عندنا سبورت ديبارتمنت اولاني وسبورت ديبارتمنت تاني، وعندنا برودكشن ديبارتمنت اولاني وبرودكشن ديبارتمنت تاني، كل اللي احنا هنعمله في الدايركت ميثود ان انا هاخد تكلفه السبورتنج ديبارتمنت الاولاني ده واوزعها على البرودكشن ديبارتمنت الاول والبرودكشن ديبارتمنت التاني، وهاخد السبورت ديبارتمنت التاني تكلفته اوزعها على البرودكشن ديبارتمنت الاول والبرودكشن ديبارتمنت التاني. حلو الكلام كده؟ لكن العلاقه المتبادله اللي ما بين السبورت ديبارتمنت وبعضهم دي مش هناخدها في الاعتبار، او بمعنى تاني مفيش سبورت ديبارتمنت هيوزع جزء من تكلفته على السبورت ديبارتمنت التاني اللي موجود معاه. فبقول لي هنا the direct method ignore the fact that support department use each other services، يعني بيقول هنا ان الدايركت ميثود بتتجاهل الخدمات المتبادله بين السبورت ديبارتمنت، وبتفترض ان السبورت ديبارتمنت اصلا ما خدموش بعض.
وبالتالي اتش سبورت ديبارتمنت كوستس ار الوكيتد اونلي تو اوبريتنج ديبارتمنت. وبالتالي انا لما اجي اوزع التكاليف بتاعه السبورت ديبارتمنت انا هوزعها فقط على مين؟ على الاوبريتنج ديبارتمنت. قال ذيس ميثود از ايست كومبيوتيشنالي اند ذا ايست تو اكسبلين. الطريقه ديت بتاعه الدايركت ميثود سهله جدا ان انا اطبقها وسهله جدا ان احنا نوضحها. تعالوا كده ناخد عندنا السؤال اللي موجود قدامنا ده ونشوف هنوزع ازاي تكلفه السبورت ديبارتمنت باستخدام الدايركت ميثود. السؤال بتاعنا بيقول فيلكو تويز ميك ميتال اند بلاستيك تويز. في طبعا ده مصنع العاب بيصنع العاب ان سيبريت ديبارتمنت. ات هاز تو سبورت ديبارتمنت. عنده قسمين خدميين اكاونتنج اند انفورميشن سيستم. دي الاقسام الخدميه دي اللي بتقدم خدمه للاقسام الانتاجيه. وقال لي فيلكو has decided to allocate accounting department costs. خد بالك بقى قرر ان هو يوزع تكلفه القسم الخدمي الاول اللي هو الاكاونتنج ديبارتمنت كوست بناء على number of employees in each department. يبقى انا هستخدم عدد الموظفين اللي موجودين في كل قسم كاساس توزيع اوزع بيه تكلفه الاكاونتنج ديبارتمنت. اما بالنسبه للانفورميشن سيستم كوستس فهيتم توزيعها بناء على النمبر اوف كمبيوتر ان اتش ديبارتمنت. يبقى كده القسم الخدمي الاول اللي هو الاكونت هيتوزع بناء على عدد الموظفين اللي موجودين في كل قسم، والقسم الخدمي الثاني اللي هو الانفورميشن تكنولوجي هيتوزع بناء على عدد اجهزه الحاسب الالي اللي موجوده عند في كل قسم. جيفن ذا انفورميشن بلو بناء على المعلومات اللي موجوده عندنا بيقول لي هنا استخدم الدايركت ميثود عشان توزع سبورت ديبارتمنت كوستس. طيب ادي البيانات اللي موجوده عندنا. اول حاجه جايبها لي ادي الاقسام الخدميه اللي موجوده عندها اهي اكاونتنج ديبارتمنت والانفورميشن سيستم، وادي الاوبريتنج ديبارتمنت الاقسام التشغيليه اللي موجوده عندنا البلاستيك برودكت وكمان عندنا مين الميتال برودكت. اول حاجه اجمالي الديبارتمنت كوست الاكاونتنج ديبارتمنت اجمالي تكلفته ب 48، الانفورميشن سيستم اجمالي تكلفته ب 72، البلاستيك برودكت 386، الميتال برودكت 182. ده التكلفه بتاعه كل قسم موجود عندي سواء كان قسم خدمي او قسم انتاجي. طبعا احنا عايزين ناخد تكلفه الاقسام الخدميه اللي هي ال 48 وال 72 ننقلهم على مين؟ على الاوبريتنج ديبارتمنت اللي هي الاقسام الانتاجيه. بدا يجيب لي هنا عدد الامبلويز اللي موجودين عندنا في كل قسم. بالنسبه للقسم الاول اللي موجود عندنا قسم الاكاونتنج فيه 3، الانفورميشن فيه 4، البلاستيك فيه 22، الميتال فيه 16، يعني عدد الموظفين اللي موجودين في الشركه كلهم كام؟ 45. بالنسبه للنمبر اوف كمبيوترز اللي موجوده عندنا، بالنسبه عندنا للقسم الاول فيه 4 كمبيوترات، الثاني فيه 6، الثالث فيه 3، الرابع فيه 3، يعني كل اجهزه الكمبيوتر اللي موجوده في الشركه كلها عامله كام؟ 16. طبقا يا جماعه لطريقه الدايركت ميثود قلنا احنا هناخد تكلفه الاقسام الخدميه نوزعها على الانتاجيه. يعني انا هاخد تكلفه قسم الاكاونتنج اللي موجوده عند اللي هي كام 48 واوزعها على البلاستيك والميتال. القصه هنا بقى كلها انا لما اجي احسب نصيب كل قسم خدمي او كل قسم انتاجي من تكلفه الاكاونتنج هجيبها ازاي. بص يا سيدي احنا عشان نجيب الجزء اللي هيتوزع للقسم الخدمي الاول اللي هو البلاستيك هناخد ال 48000 بتاعتنا اللي موجوده عندنا دي ونضربها فيه عدد الموظفين اللي موجودين في القسم الانتاجي الاول اللي هو ال 22 مقسومة على إجمالي عدد الموظفين اللي موجودة في الأقسام الإنتاجية بس اللي هي 22 زائد 16 هتطلع بتساوي 38. واحد هيقول له طب استنى في مشكلة دلوقتي، هو عطيني هنا إجمالي عدد الموظفين كلهم 45، أنت ليه أخدت إجمالي عدد الموظفين اللي موجودين في قسم البلاستيك والميتال؟ هقول له لأن أنا هنا هوزع الأقسام الخدمية الإنتاجية بس، فأنا باخد عندنا عدد الموظفين اللي موجوده في الاقسام الانتاجيه بس. يبقى انا كده لما اجي اجيب نصيب قسم البلاستيك من ال 48000 هقول 48000 في نسبتهم. طب نسبتهم كام؟ 22 على مجموع الاثنين دول 38 تطلع ب 27789. ده نصيب القسم الانتاجي الاول من الاكاونتنج ديبارتمنت كوست. ونفس النظام اللي موجود عندنا هقوم واخد ال 48000 اللي موجوده عندنا دي برضه وضاربها في ها عدد الموظفين اللي موجودين في القسم الخدمي او الانتاج الثاني اللي هو ال 16 ده على مجموع الاثنين اللي هم ال 38. فلما اضرب 48 في 16 على 38 يدينا برضه 20. يبقى خد بالك بقى كده معايا، كده احنا لما جينا وزعنا خدنا ال 48000 وزعتها بناء على عدد الموظفين، جبت نسبه القسم الاول بناء على الموظفين بتوعه وجبت نسبه القسم الثاني بناء على مين؟ على الموظفين بتوعه. طب تعالى نروح للقسم الثاني اللي هو مين؟ ها؟ للانفورميشن سيستم او بمعنى اصح قسم الاي تي. تمام،
بالنسبه لقسم الاي تي اللي موجود عندنا برضو انا هاخد تكلفه قسم الاي تي اللي هو الانفورميشن تكنولوجي واوزعها على القسم الاول واوزعها على القسم الثاني. طب السؤال هنا بقى يا جماعه، احنا لما بنيجي نوزع تكاليف الانفورميشن سيستم بنوزعها بناء على ايه؟ عدد اجهزه الكمبيوتر. يبقى انا عشان اجيب تكلفه القسم الاول اللي هو البلاستيك من ال 72 هقوم واخد ال 72000 دي ضاربها في عدد اجهزه الكمبيوتر اللي موجوده في القسم الخدمي الاول او الانتاج الاول اللي هو 3 على مجموع عدد اجهزه الكمبيوتر اللي موجوده في الاقسام الانتاجيه. طب انا ده في 3 وده في 3 يبقى كده 6، فهقول 72000 في 3 على 6 هتديني 36000، ده كده نصيب القسم الاول. طب نصيب القسم الانتاج الثاني نفس النظام، هقول ال 72 في 3 على 6 يدينا برضو كام؟ 36. يبقى كده ال 48 اتوزعت كلها ما عادش فيها حاجه، ال 72000 اتوزعت كلها ما عادش فيها حاجه. بالنسبه للبلاستيك برودكتس اللي موجوده عندنا، بالنسبه للبلاستيك برودكتس اللي موجوده عندنا اخذ من القسم الخدمي الاول 27، اخذ من الخدم الثاني 36، يعني اجمالي اللي اخذه 449 789، تمام؟ ده اجمالي اللي اخذه من الاقسام ايه؟ الخدميه. اما بالنسبه للميتر القسم الانتاج الثاني اخذ من القسم الخدمي الاول 20211 واخذ من القسم الخدمي الثاني 36، يعني اجمالي اللي اخذه من الاثنين 238211. ادي هنا يا جماعه بقى هيبدا يوضح لنا هو وزع ازاي؟ هو بيقول نفس اللي احنا قلناه، قال لي خد بالك ان البلاستيك والبرودكت نصيبهم لما اجي اوزع يعني نصيب المنتج الاول اللي هو البلاستيك هتبقى نسبته 22 على مجموع الاثنين دول، ده الكلام ده اللي احنا لسه قايلينه من شويه. ونفس النظام هنا بيقول لك ان احنا وزعنا على عدد الكمبيوترات، فهنا بيقول لك وزعنا على عدد الموظفين، وهنا بيقول لك وزعنا على عدد الكمبيوترات زي ما احنا وضحنا. ده كده بالنسبه للطريقه الاولى اللي هي طريقه مين؟ ها الدايركت بس. تعال بقى نروح على الطريقه الثانيه اللي هي طريقه الستيب داون ميثود. فين الفكره بقى يا جماعه؟ خلي بالك كده معايا. طريقه الستيب داون ميثود بتقول لك ايه؟ كانت طريقه الدايركت ميثود بتقول ان انا هاخد السبورت ديبارتمنت الاولاني واوزعه على البرودكشن ديبارتمنت الاولاني والبرودكشن ديبارتمنت الثاني زي ما احنا قلنا من شويه، تمام؟ وكانت بتقول برضه هاخد السبورت ديبارتمنت الثاني اوزعه على البرودكشن ديبارتمنت الاولاني والبرودكشن ديبارتمنت الثاني. ده كلام مين يا جماعه؟ ده كلام الدايركت ميثود، حلو؟ وكانت الدايركت ميثود كمان بتتجاهل العلاقه اللي ما بين السبورت ديبارتمنتس وبعضها، يعني احنا ما كناش بنوزع ما بين السبورت ديبارتمنتس لبعضها، لا كنا بندي حاجه للسبورت ديبارتمنت الاول ولا حتى بندي حاجه لمين؟ للسبورت ديبارتمنت الثاني اللي موجود عندنا. حلو الكلام كده يا جماعه؟ طيب في هنا بقى سؤال مهم جدا احنا عايزين نساله، وهو سؤال منطقي جدا. الستيب داون ميثود هتضيف ايه؟ الستيب داون ميثود قالت لنا احنا هناخد العلاقه او هنفترض وجود علاقه بين السبورت ديبارتمنت الاول والسبورت ديبارتمنت الثاني ولكن بشكل جزئي. يعني ايه؟ يعني احنا هناخد واحد من السبورت ديبارتمنت ونوزع تكلفته على السبورت ديبارتمنت الثاني والثاني مش هنوزع له. يعني مثلا ممكن ناخد تكلفه السبورت ديبارتمنت الاولاني ونوزعها على البرودكشن ديبارتمنت الاول والبرودكشن ديبارتمنت الثاني والسبورت ديبارتمنت الثاني، ثم بعد كده نقوم واخدين تكلفه السبورت ديبارتمنت الثاني موزعينها على البرودكشن ديبارتمنت الاولاني والبرودكشن ديبارتمنت الثاني. يبقى انا كده عملت ايه؟ خدت تكلفة سبورت ديبارتمنت معين وزعتها على البرودكشن ديبارتمنت وكمان سبورت ديبارتمنت، وخدت تكلفة السبورت ديبارتمنت التاني وزعتها على البرودكشن ديبارتمنت بس، وبالتالي يبقى احنا كده يا جماعة وزعنا السبورت ديبارتمنت على مين؟ على برودكشن وسبورت، وخدنا السبورت منت التاني وزعناه على البرودكشن بس. دي بس الحتة الجديدة اللي ستيب داون ميثود قالتها. وطبعا الستيب داون ميثود بنسميها كده عندنا الطريقه ايه؟ التنازليه. بنسميها كده عندنا ايه؟ ها الطريقه التنازليه. طب تعال نشوف كده مع بعض. بيقول ان الستيب داون ميثود allocates بتوزع some but not all support department costs to other support department، يعني الطريقه ديت بتوزع جزء من تكاليف السبورت ديبارتمنت على السبورت ديبارتمنت الثاني ولكن ما بتوزعهاش كلها. The first support department cost، هو قال اهو ان اول support department هناخد التكلفه بتاعته نوزعها على الاوبريتنج كلهم وكمان السبورت ديبارتمنت الثاني. وبالتالي اتش سبسيكوينت وكل support department جاي بعد كده التكلفه بتاعته هتتوزع على الاوبريتنج ديبارتمنت والسبورت ديبارتمنت ذات ات يوز اتس سيرفيس اكسبت اني support department whose cost were already allocated. يعني هو عايز يقول لي كده باختصار يا جماعه ان السبورت ديبارتمنت اللي فادوا بعض هنوزع لهم بعض واللي ما فادش بعض مش هنوزعه.
قال لك هنا الالوكيشن اوردر ماست بي ديترمايند، يعني انت لازم تحدد بقى الترتيب اللي انت هتوزع بيه تكاليف السبورت ديبارتمنت على بعضها. انا هوزع السبورت ديبارتمنت مين على مين، ثم مين على مين، ثم مين على مين. طيب تعال ناخد كده مثال ونفهم منه القصه هنعمل فيها ايه. ادي المثال اللي موجود عندنا، بول جيفنز انفورميشن، نفس الشركه اللي احنا كنا بنتكلم فيها بالظبط من شويه. يعني احنا هنشتغل على نفس البيانات دي يا جماعه، عشان بس الناس ما تقوليش احنا جايبين البيانات دي منين. ها احنا هنشتغل على نفس الداتا دي كده بالظبط. انا همسح لك اهو عشان ايه، هنشتغل على نفس الداتا دي، هي دي اللي احنا هنشتغل عليها. دي البيانات اللي احنا هنشتغل عليها، ادي الاكاونتنج ديبارتمنت والانفورميشن ديبارتمنت، تكاليف كل واحد، وكمان عندنا نمبر اوف امبلويز زي ما احنا متفقين ان الاكاونتنج ديبارتمنت تكلفته بتتوزع بناء على عدد الموظفين، والانفورميشن سيستم تكلفته بتتوزع بناء على عدد مين، الكمبيوترز اللي موجود عندنا، وهكذا زي ما احنا قلنا بالظبط. تعال بقى ناخد الكلام ده ونطبقه بطريقه مين، الستيب ده والمثل. قال لك هنا اول حاجه حضرتك لازم تعملها، لازم تحدد كل قسم خدمي استفاد من التاني بقد ايه. يعني انا عايز اشوف قسم الاكاونتنج ده قدم خدمه لقسم الانفورميشن سيستم بكام، وعايز اشوف قسم الانفورميشن سيستم قدم خدمه للاكاونتنج بكام. طيب تعالى كده نشوف عندنا الاكاونتنج يا سيدي. انا عندي هنا قسم الاكاونتنج اهو بناء على الداتا والبيانات اللي موجوده عندنا، قدم خدمه لقسم الانفورميشن سيستم بكام، بمقدار 4. حلو الكلام. طيب 4 موظفين، عايز اجيب نسبتها، فانا عايز اشوف الاربعه دي تمثل كام من اجمال الشغل اللي تم عندي في الشركه، فاخد 4 اقسمها على 45 كلها، لان دلوقتي بتكلم على الاقسام كلها. فانا عشان اجيب نسبه الشغل اللي قسم الاكاونتنج قدمها عندنا لقسم الاي تي، ها عشان اجيب نسبه الشغل اللي قسم الاكاونتنج قدمها عندنا لقسم الاي تي، هنعمل ايه؟ بناخد مقدار الخدمه اللي قسم الاكاونتنج قدمها لقسم الاي تي واقسمها على 45، طلعت 9.5%. يبقى انا كده عند القسم الخدم الاول اللي هو الاكاونتنج خدم الانفورميشن سيستم بكام يا جماعه؟ بنسبه 9.5%. طيب وهرجع بعد كده اشوف الانفورميشن سيستم ده قدم خدمه للاكاونتنج بكام؟ تعال نشوف. انا عندي الانفورميشن سيستم اهو، تمام، قدم خدمه للاكاونتنج بمقدار كام؟ 4 اجهزه كمبيوتر. طب انا عايز اشوف الاربع اجهزه الكمبيوتر دول نسبتهم بتساوي كام؟ فاقوم واخد الاربعه دي اقسمها على الاجمالي، الاجمالي كله كام؟ 16. فانا اقوم قايل 4 على 16، لو جينا نقسم قيمه الاربعه على 16، تمام، او سوري 4 على 10، 4 على 10، وخلي بالكم برضه هنا احنا هنقول 4، احنا نشيل دي طبعا، نشيل دي من الحسبان، يبقى اقسم 4 على 4 زائد 22 زائد 16 بس مش 45، تمام؟ وعندي هنا لما اجي اجيب نسبه الانفورميشن سيستم اللي قدمها الاكاونتنج، هاخد مقدار الخدمه اللي الاكاونتنج استفادت بيها اللي هي الاربعه، واقسمها على 3 و3 و4، تمام؟ زي ما هو حاسبها كده، طلعت مقدار الخدمه يا جماعه اللي موجوده عندنا زي ما انت شايف طلعت بتساوي 40%. يبقى انا كده عندي الاكاونتنج خدم الانفورميشن سيستم بنسبه 9.5%، لكن الانفورميشن سيستم خدم الاكاونتنج بنسبه 40%. هنا بقى احنا بنقول ايه بقى في الماده بتاعتنا؟ بنقول بما ان الانفورميشن سيستم خدم الاكاونتنج اكتر، يبقى اذا انا هعمل الاتي، هاخد تكلفه الانفورميشن سيستم اوزعها على كام حاجه؟ 3، على الاكاونتنج وعلى البرودكشن ديبارتمنت الاول والبرودكشن ديبارتمنت الثاني، وبعد كده هقوم جاي واخد تقسيم، هقوم جاي موزع تكلفه الاكاونتنج على البرودكشن ديبارتمنت بس. يبقى انا كده هبدا اوزع مين الاول ثم مين يا جماعه؟ زي ما احنا قلنا، قلنا لما نيجي نوزع بقى زي ما احنا اتفقنا، هناخد تكلفه القسم الخدمي الاول نوزعها على الثاني، وبعد كده ناخد الثاني نوزعها على مين؟ على الاولاني زي ما احنا اتفقنا. ادي زي ما انت شايف هناخد التكلفه بتاعه الاكاونتنج اهي، وزعناها بس على مين؟ على البرودكشن ديبارتمنت بس الاثنين، وبعد كده هناخد تكلفه الانفورميشن سيستم نوزعها على الاكاونتنج، ونوزعها كمان على مين يا جماعه؟ على البرودكشن ديبارتمنت. يبقى انا هنا وانا بوزع قدامك اهو عملت ايه؟ ها زي ما انت شايف، خدت تكلفه الانفورميشن سيستم وزعتها على السيرفيس ديبارتمنت الاول،
على البرودكشن ديبارتمنت الاول، برودكشن ديبارتمنت الثاني. ليه؟ لان الانفورميشن سيستم هو اللي كان بيخدم الاكاونتنج بنسبه اكبر، وبالتالي انا المفروض احدد مين القسم اللي هيتوزع الاول وهيتوزع على مين. فبناخد عندنا بنقول ان الانفورميشن سيستم خدم قسم الاكاونتنج عندنا بشكل كبير، وبالتالي يبقى انا هاخد تكلفه الانفورميشن سيستم اوزعها على قسم الاكاونتنج، اوزعها على قسم البلاستيك، اوزعها على قسم الميتر، وارجع بعد كده اخد تكلفه قسم الاكاونتنج اوزعها على مين ومين ومين، على قسم البرودكشن ديبارتمنت الاول والبرودكشن ديبارتمنت الثاني. طب تعالى يا جماعه يلا كده نوزع. اول حاجه اوزعها مين؟ قال لك اول حاجه هنوزعها عندنا اللي هي تكلفه مين؟ الانفورميشن سيستم. طب انا كان عندي تكلفه الانفورميشن سيستم عامله كام؟ 72000. هتتوزع عند على كام حاجه؟ 3، على البرودكشن ديبارتمنت الاولاني والبرودكشن ديبارتمنت الثاني والسيرفيس ديبارتمنت الاولاني. طيب انا عشان اجيب نصيب كل قسم هضربه في النسبه بتاعته. تعالى كده معايا، انا بالنسبه عشان اجيب نصيب قسم البلاستيك ديبارتمنت هو اخد كم موظف؟ 22، فانا عشان اجيب حقه هقول ان 22 مقسومه على مجموع الاقسام اللي استفادت من الانفورميشن سيستم اللي هو الاكاونتنج والبلاستيك وكمان الميتر. يبقى انا هقسم ال 22 ده على 3 زائد 22 زائد 16. لما اخد ال 22 اللي هي عدد الموظفين اللي اشتغلوا في البلاستيك واقسمها على الاجمالي ده، كده احنا جبنا نسبه مين؟ البرودكشن. هقوم ضاربها في ال 72000، يطلع ان القيمه اللي هياخدها عندنا 21600. طيب كده احنا جبنا نصيب البرودكشن ديبارتمنت الاول. طب تعال نجيب يلا نصيب البرودكشن ديبارتمنت الثاني. انا عشان اجيب نصيب البرودكشن ديبارتمنت الثاني هعمل ايه؟ هنعمل الاتي. رقم واحد، هناخد عدد الموظفين اللي احنا اشتغلنا عليهم في البرودكشن ديبارتمنت الثاني اللي هو ال 16، وهقسمه على مجموع عدد الموظفين بتاعت الاقسام اللي هيتوزع عليها كلها. طب مين الاقسام اللي هيتوزع عليها كلها؟ الاكاونتنج والبلاستيك وكمان عندنا مين؟ الميتال. يبقى انا كده هقول 16 على 3 زائد 22 زائد 16، هتطلع النسبه بتاعتها. لما تطلع النسبه اقوم ضاربها في ال 72000، يطلع نصيب المنتج او القسم رقم 2 21600. نيجي بعد كده على مين؟ على السبورت ديبارتمنت الاولاني اللي هو الاكاونتنج، اللي هو مين؟ الاكاونتنج. طب الاكاونتنج عايز احدد نصيبه من الانفورميشن سيستم. عشان احدد نصيبه من الانفورميشن سيستم هجيب نسبته. طب انا عشان اجيب نسبته هعمل ايه؟ هاخد عدد الموظفين اللي موجودين في القسم اللي هي كام؟ اللي هي 3، واقسمها على اجمالي الموظفين بتوع الاقسام كلهم 3 و22 و16 على 3 زائد 22 زائد 16. فهقول 3 على 3 زائد 22 زائد 16، النسبه اللي هتطلع اضربها في 72، يطلع نصيب يساوي كام؟ 28800. يبقى انا كده ال 72 اللي موجوده قدامنا اتوزعت على كام قسم؟ ادي الاكاونتنج ديبارتمنت، ادي البرودكشن ديبارتمنت الاولاني، ادي البرودكشن ديبارتمنت الثاني اللي موجود عندنا. حلو الكلام يا جماعه؟ ادي التوزيع هنا، وادي التوزيع هنا، وادي كمان التوزيع هنا. طيب خد بالك بقى، بعد ما خلصنا توزيع الانفورميشن سيستم على الثلاث اقسام، هنيجي بعد كده بقى الخطوه رقم 2، ناخد قسم الاكاونتنج ونوزعه بس على مين؟ على البرودكشن ديبارتمنت، على البرودكشن ديبارتمنت الاول والبرودكشن ديبارتمنت الثاني. هنا بقى مش هناخد تكلفه قسم الاكاونتنج ونوزعها على الانفورميشن سيستم، لا، لان احنا قلنا هنوزع سيرفيس ديبارتمنت واحد بس. فهقوم جاي بقى واخد الاكاونتنج ديبارتمنت الاولاني اللي موجود عندنا اهو، وموزعه على البرودكشن ديبارتمنت الاول والبرودكشن ديبارتمنت ايه؟ الثاني. هنا بقى خد بالك معايا، التكلفه اللي انا بوزعها بتاعت الاكاونتنج ديبارتمنت عباره عن حاجتين، عباره عن تكلفه الاكاونتنج ديبارتمنت ذات نفسها اللي هي ال 48000 ده، زائد الجزء اللي هو اخده من الانفورميشن سيستم اللي هم ال 28800. وبالتالي تكلفه الاكاونتنج ديبارتمنت اللي انا هوزعها مش ال 48 بقى، لا، ده ال 48 وكمان ال 28 ايه؟ 800 اللي هو اخدها من الانفورميشن سيستم. فلما اجي اجمع الاثنين دول مع بعض هيطلع ب 76800. هيطلع بكام يا جماعه؟ ها؟ 76800. فهنقولها ب 76800. جت منين بقى ال 76800 دي؟ انا قلت لك اهو، اللي هي التكلفه بتاعته الاصليه زائد نصيب اللي اخده من السيرفيس ديبارتمنت اللي هو ال 28800.
هقوم واخد بقى يا جماعه الاثنين دول كده مع بعض وموزعهم، محدد نصيب البرودكت الاول ومحدد نصيب البرودكشن ديبارتمنت الثاني. عشان اجيب نصيب البرودكشن ديبارتمنت الاول هاخد عدد الساعات او عدد اجهزه الكمبيوتر اللي موجوده فيه، لا سوري، احنا كان المفروض هنا نوزع بناء على عدد اجهزه الكمبيوتر، فاحنا كده هنعدل النقطه دي. احنا هنا بنوزع الانفورميشن سيستم، فكان المفروض نوزع بناء على عدد اجهزه الكمبيوتر بس. هنعدل بس النسب، هي نفس الفكره بتاعت الحل بس هنعدل النسب. المفروض انا بوزع الانفورميشن سيستم، فاخد عدد اجهزه الكمبيوتر، ادي عدد اجهزه الكمبيوتر اللي موجوده في القسم الاول اللي هي 3 على 3 زائد 3 زائد 4. ماشي، نطلع النسبه عادي ونحسب. البرودكشن ديبارتمنت الثاني لما اجي اجيب نسبته من الانفورميشن سيستم قال برضه 3 على عدد الثلاثه والثلاثه والاربعه. واحد اقول له هو انت ليه ما اخدتش السته؟ لان انا مش هوزع حاجه على الانفورميشن سيستم. انا دايما يا جماعه باخد في اعتباري عدد الاقسام او عدد الموظفين او عدد الكمبيوترز بتاعت الاقسام اللي احنا هنوزع عليها بس. ولما اجي اوزع بقى للاكونتنج هاخد عدد اجهزه الكمبيوتر بتاعت الاكونتنج اللي هي 4 واقسمها على 4 زائد 3 زائد 3 واطلع القيمه بتاعتي. لكن هنا بقى لما اجي اوزع الاكونتنج على البرودكشن ديبارتمنت الاولاني هاخد عدد الموظفين اللي موجودين فيه اللي هم ال 22 واقسمها على مجموع بس الموظفين اللي موجودين في الاقسام اللي انا هوزع عليهم. انا هوزع على مين؟ على البرودكشن ديبارتمنت الاول والبرودكشن ديبارتمنت الثاني، فهقول 22 على 22 على ايه؟ على 22 زائد 16، والقسم الثاني نسبته هتبقى 16 على 22 زائد 16. هجيب النسبه دي واضربها في 86000 او 76800 هتطلع ب 44463. هجيب النسبه دي واضربها في 76800 هتطلع عندي بتساوي كام؟ 32337. خلاص كده يا جماعه، ده اللي هي كانت الطريقه بقى بتاعت مين؟ بتاعت الاستيب داون ميثود. هو هنا بقى عمال يوضح لك اهو كل اللي احنا قلناه، وجاب ال 78 دي منين؟ 76 دي منين؟ كل اللي احنا قلناه عمال يوضحه لك اهو هنا اهو في الخطوه ديت، وعمال بقى يجيب لك النسب دي، الرقم ده جه ازاي؟ والرقم ده جه ازاي؟ والرقم ده جه ازاي؟ والرقم ده جه ازاي؟ كل اللي احنا عملناه مع بعض في السلايد اللي فاتت هو بيوضحها لك هنا بالارقام كمان. هنكتفي بالجزء ده في الفيديو الاول، في الفيديو الاول من شابتر 8، وان شاء الله في الفيديو الثاني هنكمل بقيه الشابتر بتاعنا. شكرا لحضراتكم ونشوفكم دايما على خير ان شاء الله.